رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد قاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، انطلقت فعاليات مهرجان نواكشوط للشعر العربية في دورته الثالثة بحضور سعارة عبد الله بن محمد العويس رئيس دائرة الثقافة في الشارقة والتي ينظمها بيت الشعر في نواكشوط، وذلك بمشاركة كوكبة من الشعراء الموريتانيين. مفدى محمد الجندي والتفاصيل. واحة غناء ممزوجة أركانها بالشعر والأدب، وسمت انطلاق مهرجان نواكشوط للشعر العربي الذي بدأت فعالياته نصول وفد دائرة الثقافة من الشارقة، فكانت حفاوة الترحيب على أنغام فلكلورية شعبية موريتانية، أوتار ترقص بهجة ماتها أجو شوق انتظارا لكلمات وفد الشارقة الذي حمل في طيب معاني إنسانية. إن هذا المشروع الذي انطلق من الشارقة لتأسيس بيوت للشعر في المدن والبلدان العربية برعاية ودعم حضرة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم الشارقة، كان ولا يزال مشروعا فريدا في التاريخ العربي المعاصر، ولقد تأسس بحكمة المحافظة على اللغة والهوية. يجمع بيت الشعر في نواكشوط العديد من الشعراء والمثقفين في فعاليات مختلفة وأنشطة متنوعة التي تم توثيقها في فيلم وثائقي وعرضه على الحضور، ثم قام كوكبة الشعراء بإلقاء القصائد عبيرا عن شكرهم وامتنانهم للشارقة الثقافة والأدب والإبداع. يسهم بيت الشعر في نواكشوط في إثراء المشهد الأدبي والثقافي بصفة عامة، حيث أصبح هذا البيت مثابة للشعراء يتوافدون إليها في كل خميس من الشهر، ويرتاده أرباب الكلمة وأمراء البيان ليجدوا فيه فسحتهم وضالتهم التي طالما انتظروها. الجهود التي يبذلها حاكم الشارقة سلطان محمد القاسمي جهود جبارة جدا، وهي على جميع المستويات، على المستوى الأفقي وعلى المستوى العمودي، مثلا من أدائه الشخصي الأدبي والفكري والتاريخي إلى الأداء الاجتماعي الانتشاري الأفقي. فهو إذ يؤسس رؤية للفكر والثقافة العربية والتراث العربي والمسرح العربي. وفي ختام الحفل قام سعادة عبد الله العويس رئيس دائرة الثقافة بتقديم شهادات تقدير للشعراء المشاركين، فمن ضفاف الخليج العربي انطلقت وحتى شواطئ المحيط الأطلسي رست سفينة شارقة سلطان التي تحترم الحرف العربي لغة الضاد والقرآن والبلاغة، فكان المهرجان موريتاني الموقع شارقي النكهة. يعبرون عن صدق وينقلون خبراتهم عبر بيوت الشعر ليحققوا رؤى وتطلعات صاحب السمو حاكم الشارقة لإثراء الحركة الشعرية في الوطن العربي. لإخبار دار محمد الجنيدي من العاصمة الموريتانية نواكشوط.